زي ما قلنا لحضراتكم من دقايق، احنا بنحب الخضار واحنا نحب نسكن جنب الخضره ونحب نشوفها ونحب نستمتع بيها. احنا طبيعتنا واصلنا وتاريخنا الزراعه، احنا اهلنا والفلاحه في دم المصريين. لكن وحدث بقى كتير قوي بعد لكن، امور كتير حصلت وامور كتير اتغيرت، وطبيعه حتى الفلاح المصري اتغيرت بتطور الحياه يمكن او بتقصير مننا سابقا يمكن. لكن اللي فات قصة معروفة بكل تفاصيلها، لكن القادم، وخليني أقول مش اللي جاي بس، الحاضر مختلف اختلاف كبير جدا، وفي إجابات على أسئلة ياما سألناها، لكن لسه عندنا أسئلة جديدة محتاجين أعتقد أننا نعرفها بطرح وبالحديث وبافتتاح مشروع مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة. دول المشروعين الجداد، وإيه حكاية الدلتا الجديد؟ إيه اللي بيحصل جديد في مصر؟ وإيه فرصنا إحنا أننا نقدر نستفيد ونفهم ونكون جزء من هذا المستقبل؟ إحنا النهاردة متشرفين أنه معنا دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. منورنا دكتور. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. ودكتور حامد عبد الدايم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية. منورنا يا دكتور. أهلا بحضرتك. مش عارفة ليه عايزة أبتدي بالبحث الأول، أبتدي بالبحوث بعد إذنك يا دكتور. مو احنا الاثنين بحوث مش كده؟ انتوا الاثنين بحوث، يعني انا حاسه ان احنا بنتكلم النهارده في ارض في مع اهل التخصص، ودي حاجه مشرفاني. دكتور حامد، عايز اسال حضرتك شويه عن اللي فات. انا عارفه واحنا بيبقى في ظرف حلو كده ما بحبش نفتكر اللي فات، لكن كام سنه واحنا وحضراتكم كاساتذه في مراكز البحثيه بنقول انه في خطر على الامن الغذائي المصري، قبل كده كان امتى بدا الانذار الاحمر يقول ان احنا في خطر حقيقي في امننا الغذائي؟ اولا انا سعيد ان انا مع حضرتك في البرنامج. يمكن انا شفت حضرتك كنت بتقدم الفقره وقلتي ان فعلا كانت الناس بتقول انه ملف الزراعه مهمل، ودي كانت حقيقه للاسف. لكن من حظنا ان بمجرد تولي سياده الرئيس المسؤوليه وضع ملف الزراعة في أولى اهتماماته، لأنه بصراحة كان بيستشرف المستقبل. لأنه حضرتك عارفة أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتم إلا في وجود الزراعة. يعني إذا كنا عاوزين نعمل تنمية حقيقية لازم يكون في زراعة، عاوزين ننشئ مجتمعات لازم يكون في زراعة. فالزراعة هي أساس التنمية الحقيقية والمستدامة لتنشئة المجتمعات. وعلشان كده الحقيقة سيادة الرئيس كان مهتم جدا بهذا الملف. بدأنا ندق ناقوس الخطر بسبب الزيادة السكانية الكبيرة. أيوة. كل عام. ومحدودية الرقعة الزراعية، وده في خطر كبير جدا. لأن طبعا احنا دلوقتي حضرتك عارفة ان احنا بنزيد تقريبا حوالي 2.5 مليون نسمة. يعني بنزيد تعداد دولة كل عام. وهذا التعداد الضخم بيمثل ضغط على كل برامج التنميه اللي بتعملها الدوله. طب سواء حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، محدوديه الرقعه الزراعيه. محدوديه الرقعه الزراعيه ولا تناقصها كمان؟ ما هو لسه هكمل. ما هو محدوديه ده مشكله. لكن تناقصها ده مشكله اكبر. وللاسف انا بقول لحضرتك يعني منذ ثوره يناير احنا فقدنا حوالي مليون فدان من اجود الاراضي الزراعيه بسبب التعدي على الاراضي الزراعيه والبناء عليها. وطبعا توقف هذا العبث بعد صدور قانون بعقوبات رادعة للمتعدي على الأراضي الزراعية، وإحنا وصلنا دلوقتي تقريبا للتعديات صفر في جميع المحافظات. لأن فعلا استشرفنا الخطر الحقيقي على مستقبل هذا الوطن، لأن عندنا عدد كبير من السكان بيزيد كل عام، محتاج نوفر له غذاء، وده أهم عنصر من عناصر الحياة، بالرغم أنه الزيادة السكانية بتمثل ضغط على كل برامج التنمية، سواء كان في الزراعة، في الصناعة، في الصحة، في التعليم، في الخدمات، في كل شيء. فطبعا كان لازم يتم الاهتمام بالملف، لأن طبعا لو في مشكلة في الغذاء بقى في مشكلة في كل حاجة. بالإضافة لأن الزراعة دكتورة دينا بتمثل العنصر الرئيسي للصناعة، هي اللي بتوفر المادة الخام للصناعة، وبتسهم بقدر كبير في حوالي 15% من الناتج المحلي و25% من القوى العاملة. إذن الزراعة دي ده ملف مهم جدا.
وطبعا لازم يكون في اهتمام بصفة مستمرة، ودوت الواقع اللي احنا عايشينه الحمد لله. انا من حديث دكتور حامد عايزة كمان اقول نقطة اللي حضراتكم كمان علمتوها لنا، انه ما ممكن حد يجي يقول لك طب ما تشيل التعديات اللي على الاراضي الزراعية. هل يمكن يا دكتور انه التعدي بعد ان حدث التعدي وتم البناء تبقى الارض تاني صالحه للزراعه ولا خلاص؟ والله بيتم بعض الاجراءات اللي بتخليها صالحه للزراعه، يمكن قبل كده كان بيتم الازالات، والدكتور حمد يتكلم افضل مني فيها، بس كانت قبل كده بيتم الازالات وتفضل متشونه على الارض، لكن دلوقتي الازالات ولازم بيتم ازالتها يعني لازم يتم ازالتها بالكامل واعاده الرقعه الزراعيه تاني. بس عايز اقول لحضرتك برضو ان التعدي على الارض الزراعيه مش بس بيأثر على الجزء او المساحه اللي تم التعدي عليها، لكن بيأثر على كل ما حول هذه الرقعة من مساحات مجاوره. يعني انا بس بحاول ادرك حجم الخطر اللي كان موجود. خلينا بقى في الخير، مستقبل مصر، ينفع حضرتك توصف لنا المشروع تفاصيله، حدوده منين لفين، عشان نبقى قادرين نتخيل يعني ايه كلمه الدلتا الجديده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خليني اتكلم مع حضرتك فيما برضو طبقا لما قاله الاستاذ الدكتور حامد اللي هو محدوديه الرقعه الزراعيه. فدوت اللي خلى الدوله المصريه تبتدي تعمل برامج وخطط للتنميه الراسيه والتنميه المستدامه لثرواتنا الموجوده سواء كانت حيوانيه او دجن. بمعنى لما نشوف المشروعات القومية الجديدة الحديثة اللي وجه بها فخامة الرئيس وترعاها وزارة الزراعة وتتبناها الدولة المصرية، زي في عجالة وأهم المشروعات التي تتعلق بالثروة الحيوانية والدجنة، لما نقول المشروع القومي للبيتيلو، مشروع القومي للبيتيلو هو باختصار الحفاظ على ثرواتنا الحيوانية وتنمية رأسية لحيواناتنا الموجودة. الرأس الحيوان الواحد كان بيديني تقريبا كمية من اللحوم بتساوي 30 كيلو جرام. النهاردة بقرارات وزارة الزراعة ومنع ذبح البتلو أصبحت نفس الرأس اللي كانت بتديني 30 كيلو جرام لأ بتديني حوالي 240-250 يعني 8 أضعاف. كمان لما نتكلم على المشروع القومي للبتلو، لما قلنا في مطلع 2020 من خلال ما لدينا من بيانات دقيقة لثرواتنا الحيوانية وحصر شامل لها، تنبأنا أن إنتاجنا هيكون 52% وعلينا أن نستورد من الخارج 48% سواء كانت رؤوس حية أو لحوم حمراء. في نهاية 2020 وما كان فيها من جائحة كورونا في الوقت اللي كان العالم كله عنده مشاكل تتعلق بوجود المواد الغذائية وارتفاع في أسعارها، الحمد لله إحنا يمكن المربي والمنتج المصري بالتعاون مع وزارة الزراعة مش بس حافظ على إنتاجيته، لا ده زودها من 52% إلى 60%. ده في عجالة لما أتكلم على المشروع القومي للبتلو. طب لما أتكلم على المشروع القومي لرفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويل المزارع من نظام التربية المفتوحة إلى نظام التربية المغلق وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية تتعلق بزيادة الناتج وتقليل مصروفات التشغيل وتحسين العائد الاقتصادي، دوت برضو تنمية رأسية، لأن نفس المتر اللي أنا كنت بربي فيه 10 طار لا دلوقتي مع الكلوز سيستم أو مع نظام التربية المغلق أقدر أربي فيه 20، بدل ما أشتغل في السنة كلها 3-4 دورات في النظام المفتوح لا أشتغل في السنة حوالي 7-8 دورات، ودوت بقرض بسيط ميسر 5% من البنك المركزي مع تبسيط وتيسير إجراءات التمويل. لما نتكلم عن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، وإحنا شفنا قد إيه اهتمام القيادة السياسية بمراكز تجميع الألبان لدرجة إن فخامة الرئيس اعتبر مشروعا قوميا لكونه منافذ تسويقية لصغار مربي مشية اللبن. أنا طبعا أنا عارف حضرتك، أنا ليه أنا مستغربة، لأنه حضرتك قلت المشروع القومي لحوالي كم حاجة دلوقتي؟ قلنا المشروع القومي للبتلو ل8-9 حاجات، ده الواحد ممكن يتكلم فيه 5-6 ساعات. المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن، المشروع القومي لتطوير يعني أقصد مراكز تجميع الألبان، المشروع القومي للتحسين الوراثي اللي اتكلم عليه يمكن فخامة الرئيس في اللقاء الأخير في الافتتاحات المتعلقة. على فكرة كل هذه المشاريع القومية ده حصل امتى الكلام ده؟ بمبادرة السيد الرئيس على فكرة. وعلشان كده بمجرد إطلاق المبادرة بص لها حضرتك حصل كل كل ده بيجري وبسرعة وطول الوقت الزراعة مرتبطة بالتنمية الحيوانية.
يعني ما هو التنمية الحيوانية هي المرتبطة بالزراعة. يعني أنا ما أقدرش طبعاً أستاذنا الدكتور طارق يعني طالما عندي زراعة بقدر أعمل تنمية للثروة الحيوانية. لكن العكس مش صحيح. لكن العكس مش صحيح يعني أنا أعتقد ما أعرفش بقى الدكتور طارق يصحح لي. أو هم الاثنين متداخلين. وجهين العملة واحدة. نتكلم على الثروة الحيوانية لا تستغني خالص عن الثروة الزراعية أو النباتية. الزراعة هي شقين أو قطبين، شق إنتاج حيواني ودجاني وسمكي، والشق الثاني المحاصيل والإنتاج النباتي. أنا دكتور طارق لما دكتور حامد عفوا لما بنتكلم عن الأمن الغذائي فبالتالي إحنا دايما عندنا السؤال، العظمة اللي حصلت في بلدنا دي بالتأكيد في أولويات للزراعة، وحتى استراتيجية تشجيع المزارع على أنه يزرع دي أمن قوم، يعني دي الدولة طبعاً لازم تكون حاضرة طبعاً فيها طبعاً. هي اللي صاحبة القرار، هي اللي صاحبة التسعير، وبالتالي التسعير بيشجع طبعاً المزارعين. ده في المشروعات، ده أقصد ده في الزراعة الخاصة يعني. هل نقدر نسمي المشروع الجديد أو الدلتا الجديدة مشروعات زراعية تشرف عليها الدولة بشكل كامل وبالتالي هي اللي بتحدد المحاصيل، ولا هي سيتم أقول لحضرتك أن المشاريع الزراعية الجديدة هي مشاريع تمت بدراسة علمية دقيقة. حلو. بمعنى أنه مش مجرد زراعة عشوائية زي ما هو موجود في الواقع في الأراضي القديمة. بالزبط. ودي حقيقة أنا بقولها لحضرتك بمنتهى الأمانة. واللي بيشجع المزارع هو الأسهل الأسرع الأكثر ربحا، الأكثر ربحية طبعاً. ويمكن طبعا انا بحيي وزاره الزراعه ووزاره التموين ان هي خدت قرار بتسعير توريد القمح قبل الزراعه. يمكن احنا كنا كل سنه دكتوره دينا بندعو انه يا جماعه اعلنوا عن سعر التوريد عشان الفلاح يبقى عارف قبل ما يزرع بالظبط. ففعلا اعلان سعر التوريد قبل الزراعه ده كان عامل مهم ومؤثر، خلى الفلاحين زرعوا مساحات كبيره من القمح، وهو ده اللي احنا بنحصده دلوقتي بكميات كبيره ما شاء الله. ويمكن كانت بالمناسبة التغيرات المناخية اللي كنا دايما نتكلم عليها ان هي معاكسة كانت في صالح هذا المحصول. حلو قوي. احنا هنرجع من فاصل نتكلم عن التفاصيل. نرجع تاني بقى لمشروع الدلتا الجديدة. ده مشروع معمول بأساس علمي سليم، مش مجرد زراعة عشوائية. حتى قبل إقامة هذا المشروع اللي هو من شمال الواحات لجنوب وادي النطرون، تم دراسة المنطقة بالكامل وعمل قطاعات من التربة ودراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية لها والنعومة والخشونة الخاصة بالتربة ودرجة الملوحة، وأيضا بالنسبة للمياه عن طريق المعاهد المتخصصة بوزارة الزراعة وبكليات الزراعة. يمكن اتاخد حوالي يا دكتورة دينا 20,000 عينة وتم تحليلهم، وطبعا بواسطة مركز بحوث زراعية متمثل في معهد بحوث الأراضي والمياه، وأيضا مركز بحوث الصحراء، وده مركز مهم جدا في هذا المشروع، وأيضا فرق من كلية الزراعة بجامعة القاهرة وجامعة الأسكندرية. بعد التحليل وبعد النتائج والتقرير قال أن 92% من هذه الأراضي صالحة لزراعة جميع المحاصيل. حلو. وبالتالي بدأنا نشتغل. يبقى احنا بنشتغل يا فندم بأسلوب علمي سليم، ودي حاجة مطمئنة لأنها تطمن كمان على الاستمرارية وعلى الاستدامة اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنها في المشروعات القومية للدولة. بعد الفاصل هنسأل السؤال اللي يخص المية، مش انتوا بتقولوا لنا في أزمة مية؟ هنجيب المياه منين للدلتا الجديدة بعد الفاصل؟ لأنه كل سؤال ليه إجابة. بعد الفاصل نكمل كلامنا مع الأساتذة واللي مشرفنا بنتكلم النهاردة عن الدلتا الجديدة والدلتا القديمة وإزاي نربطهم ببعض ونفهم إيه اللي بيحصل في بلدنا. وكمان أنا عندي شخصياً عندي سؤال، دوري أنا بقى لو أنا مواطن عادي بشتغل بره هذه المنظومة أو بره هذا المشروع، إزاي أنضم وأكون جزء من الرؤية الجديدة دي؟ خليكم معنا. كلنا واحنا بنعدي كده في المحاور الجديده وفي مشروعات الطرق الجديده نشوف ونقرا كده محور الضبع، ولما تم افتتاح مشروع مستقبل مصر عرفنا انه محور الضبع
يودينا إلى موقع رئيس أو جزء رئيس من المحاور اللي بتؤدي إلى مشروع مستقبل مصر الزراعي، وبيورينا أن رؤيتنا كانت ممتدة وكانت طويلة المدى. كنت بسأل حضرتك دكتور قبل الفاصل عن مصادر المية للدلتا الجديدة. طيب خليني أتكلم على المحور لأن مهم، لأنه دكتورة دينا المشاريع اللي تمت في مصر غير الزراعة كانت سبب رئيسي أن احنا نعمل مشروعات زراعية ضخمة. بمعنى أنه لولا الطرق وشبكة الطرق العظيمة اللي تمت في هذا الوطن من طرق وكباري وأنفاق ومحاور هي اللي شجعت الاستثمار في كل شيء. طبعاً اللي حصل في مصر أنا عن نفسي أو حتى جيلي ما شافش الكلام ده قبل كده، سواء كان في الطرق والكباري والإنشاءات أو حتى في الزراعة بمنتهى الأمانة. ما هو ده اللي شجع وخلى قيمة مشروع مستقبل مصر تبقى قيمة عالية أصلاً، قيمة الأراضي بترتفع لأن أنا قدرت أوصل لهذا المشروع بسهولة، مدخلات الإنتاج توصل للمشروع بسهولة جداً، كمان مخرجاته سواء كان للسوق المحلي أو للتصدير، المواني، المطارات، كل ده قريب. فالطرق والكباري الحقيقة ليها دور كبير جداً في أن هي تشجعني أن أنا أستثمر في مشروعات ضخمة. بالنسبة لمشروع مستقبل مصر، مصادر المي، مصادر المي طبعا قبل، أنا قلت لحضرتك أنه قبل ما يتم العمل في هذا المشروع تم دراسة كل شيء بمنتهى الدقة. ومشروع مستقبل مصر الحقيقة المسؤول عنه، وأنا لازم أقول ده بمنتهى القوة، القوات الجوية. وطبعا بيقود هذا العمل الحقيقة مقدم بهاء الغنام، وهو قائد رائع جدا، عنده خبرة كبيرة جدا في القيادة وفي الإدارة، وعلشان كده هذا المشروع ناجح وبيستعين بالخبرات في كل المجالات. ما قفلش على نفسه يا فندم، لكن استعان بكل الخبرات سواء كان من الوزارات أو من القطاع الخاص والمستثمرين. طبعا كانت أهم الوزارات المشتركة في هذا العمل وزارة الموارد المائية والري، لأن هي المسؤولة عن توفير المقنن المائي للزراعات. طبعا ممنوع نهائيا الري بالغمر زي ما بيحصل دلوقتي في أرض الدلتا القديمة، وطبعا بنحاول إن احنا نتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، لكن طرق الري المستعملة في هذا المشروع الري الحديث إما عن طريق الري بالبيفوت أو الري تحت السطحي أو الري بالتنقيط. حلو. ومصادر المياه الجوفية في المنطقة دي ده بحسب لأن في حسابات يا فندم وفي دراسات بتقول علشان الزراعة تظل مستدامة في هذه المنطقة. إذن استخدمنا المياه الجوفية، استخدمنا طرق حديثة في الري. بالضبط. أيضا إحنا عندنا خطة لما هو قادم حتى في توزيع الزراعات. سؤالي بقى لحضرتك يا دكتور، أنا يا دكتور دلوقتي ده مشروع قومي مشرف عليه الدولة بأجهزتها بقيادتها بكل الإنجاز ده إنجاز كبير مش إنجاز فردي. أنا كفرد إزاي أبقى جزء من ده، وتحديدا في الثروة الحيوانية اللي معروف إنه دايما لما نقول مشروعات متناهية الصغر ولا قروض متناهية الصغر معروف إنها قرض اشتري مثلا حاجة لتسمينها، فهل ممكن يبقى الناس العادية جزء من هذا المشروع؟ قد ايه في متابعات مكثفه على المستفيدين؟ الاول خالص بتتم معاينه، يمكن تعليمات معالي الوزير للتبسيط والتيسير على المستفيدين. الاول بتتم معاينه، المعاينه ديت بتبقى ثلاثيه من قبل قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والدجانه والهيئه العامه للخدمات البيطريه والبنك الممول. حلو. الغرض منها الاستوثاق والتيقن من وجود مكان مناسب للتربيه والتسمين. حلو. نحن ننمي ثروه حيوانيه مش بننمي الموارد المالية. طيب تم الاستفصاق من المكان، بعد كده بيبقى فيه متابعات مكثفة. المتابعات ديت إما مركزية من داخل الوزارة إما محلية من المحافظات. وعايز أقول لحضرتك إن المتابعات أساساً الهدف الأساسي منها هو اكتشاف أي مشكلة يتعرض لها المربي أو المستفيد على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها في مهدها، مش أساساً علشان نتصايد مخالفات. وده على فكرة اللي خلى نسبة الاسترداد. لا حضرتك حسين جميل بتقول مش عشان نتصيد مخالفات، أنا بقى شريرة وهقول لحضرتك لا عشان نتصيد. يعني أقصد أقول مش يا دكتور إحنا محتاجين نراقب. دكتورة دي أنا هقول لحضرتك عشان نطلع. خليني أقول لحضرتك المراقبة دي موجودة والمتابعة، بس خليني أقول لحضرتك إن إحنا الحمد لله نسبة الاسترداد وصلت اقتربت كثيرا من 100%.
حلو، بس اشرح للناس يعني ايه الاسترداد، يعني اللي بياخد قرض بيقدر يرجع بالفايده بتاعته. طبعا هي فايده 5% بسيطه متناقصه، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده خالص. يعني قرض 5% بسيطه متناقصه، وده اللي خلى نسبه الاسترداد للبنوك تقترب من 100%. دي ما حصلتش قبل كده، وبترجع لحاجتين بصراحه. حاجه اللي هي ما اقدرش انكرها، اللي هو وعي الاخوه المستفيدين من المشروع لتوجيه القرض فيما خصص من اجله، ما بيعملوش بيه حاجه تانية. أيوة. زي ما كان بيحصل قبل كده. وتكثيف المتابعات اللي انا قلت لحضرتك عليها على المستفيدين لدراسه اي مشكله بتواجهه بنقدر نحلها. مفيش مشكله ولا مانع ان احنا قد يعني نصطدم بالقليل جدا حالات تذكر على صوابع اليد من المخالفات دوت، بتتخذ معاه كافه الاجراءات القانونيه الصارمه. بالظبط. الحاجه الثانيه عايز اقول ده بقى الجهود الفرديه دي. انا اسفه اني بقطع حضرتك عشان الوقت، انت عارف ان الناس بتزعل مننا قوي لما احنا نقاطع لانه الكلام حلو، بس احنا الوقت بيخلص. اقصد انه ده يؤثر على الثروه الحيوانيه في مصر، ولا هنقول زي ما كلنا بنقول انا هفرق ايه؟ طب خلينا الدكتوره دي نقول لحضرتك في عجاله. اولا في استراتيجيه محطوطه، الاستراتيجية ليها برامج تنفذها ومشروعات قومية زي ما احنا شفنا كده. أهم من هنا بقى لازم بيبقى في الخطط التنفيذية ومؤشرات أداء، ونحاسب عليها حساب شديد جدا. إيه هي بقى مؤشرات الأداء؟ لازم بقيس هل أنا في تقويم وتقييم، يعني بقيم الحاجة اللي أنا عملتها، الخطة التنفيذية هل متمشية مع الهدف ولا لا. لكن كثيرا ما كانت توضع خطط وتوضع استراتيجيات ولكن لا تقاس ولا تقيم ولا يتم تعديلها أو تقويمها، لكن هنا الوضع بيختلف. الحاجة الثانية حضرتك بتؤثر بشكل كبير. خلينا أقول لحضرتك في مطلع 2020 إحنا تنبأنا زي ما قلت لحضرتك إن إنتاجنا هيبقى 52% في نهاية 2020، وما كان فيها من كورونا وما كان فيها من مشكلات، مصر الدولة التي زودت من إنتاجية نتيجة المشروعات القومية الموجودة والمدروسة، ونتيجة تكاتف الحكومة المصرية ووزارة الزراعة مع المربي ومع المنتج. هنا اتسطرت فعلا ملحمة وطنية مصرية من المربي والمنتج المصري، ما حصلتش يمكن على مستوى دول العالم. انا سعيده باللي بسمعه، وانا عارفه انه كلام كتير ومعلومات كتير قوي في وقت قليل، لكن اذا كان هناك تلخيص للي حصل ممكن نوصفه في ايه يا دكتور حامد؟ تحديدا في السلع الغذائيه الاساسيه، احنا ايه اهم ثلاث سلع عندنا يضمنوا لنا امن غذائي وفي نفس الوقت يضمنوا لنا سمعه مصر عالميا في مجال الزراعه؟ الوقت قليل جدا دكتور لكن في عجاله سريعه أنا عاوز أقول لحضرتك أن مشروع مستقبل مصر مش عاوزين نقول أنه مشروع زراعي، ولكنه مشروع زراعي تنموي صناعي تجاري تصديري اجتماعي. اجتماعي بمعنى أنه بيوفر مئات فرص العمل في هذا المشروع صناعي. هل في ربط لمصانع بمخرجات الإنتاج الزراعي؟ طبعا طبعا، ده مهم جدا. ما هو ده يا فندم مشروع متكامل، لأن في تصنيع زراعي داخل المشروع بحيث ان انا استفيد من الفائض من الزراعه. ده اللي كنا بنذاكره زمان، ان المصنع يبقى جنب المزرعه. بالظبط. اهم المحاصيل المنزرعه في هذا المشروع هي المحاصيل اللي احنا بنعاني من عجز فيها. اللي هي اهمها ايه؟ القمح طبعا. القمح طبعا، لقمه العيش. يمكن انا عاوز اقول لحضرتك انه في 2018 طبعا المشروع بدا في ابريل 2017، في 2018 تم زراعه 4000 فدان من القمح المصري. في 2022 في 2018 واحنا ما كناش واخدين بالنا. احنا الشعب المصري عاده ما بياخدش باله من المشاريع غير لما يفتتحها. لا سيادة الرئيس. لا هو الرئيس اللي قصد كده، هو الرئيس بيحب يعمل لنا المفاجأة، ما نقولش هنعمل. ما هو ده الفكر الجديد اللي احنا بنصحى عليه كل يوم. يمكن احنا برضو حضرتك تتذكري زمان كنا بنحتفل بوضع حجر الاساس للمشروع بس ونحط الحجر بس، وبعدين ننسى المشروع نفسه. بيبقى اصلا ما فيش مشروع. دلوقتي احنا بنفتتح المشروع من غير ما حد يحس، وبتبقى مشاريع ضخمه جدا جدا جدا. فاحنا في بالنسبه للقمح تم زراعه 4000 فدان في 2018، في 2022 تم زراعه 40000 فدان جداد، في 2024 ان شاء الله المستهدف 350000 فدان. ده بالنسبه للقمح. بالنسبه كمان للذره، لو حضرتك عاوزه الذره تم زراعه 5000 فدان في 2018، في 2022 32000 فدان،
المزمع إن شاء الله في 2024 150 ألف فدان، بالإضافة لمحاصيل أخرى زي فول الصويا، زي عباد الشمس، زي القطن اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه في الفاصل، وكنت زعلانة وزعلانة عن القطن المصري. أنا بشر حضرتك أنه بدأت فعلا زراعة القطن في الأراضي الجديدة دي، وإن شاء الله في 2024 هيتم زراعة 15 ألف فدان من القطن طويل التيلة. أنا أحب طبعا لما تشوفي حضرتك التركيب المحصول لهذه المحاصيل هتلاقي إن هي المحاصيل اللي إحنا بنواجه أو عندنا عجز فيها، القمح رقم واحد، ثم المحاصيل الزيتية زي الذرة، زي فول الصويا، زي عباد الشمس اللي مرتبطة باستخراج الزيت، لأن إحنا بنستورد للأسف الشديد 97% من احتياجاتنا من الزيوت. والظروف اللي بتمر بيها دول العالم دلوقتي سواء كانت دول متقدمة أو نامية تستوجب تحقيق الأمن الغذائي لكل دولة. أشكرك، أشكرك يا دكتور، وبشكرك يا دكتور طارق. أنا خدت شوية طاقة وحماس، شوف أنا ماليش في الزراعة بس أنا النهاردة انبسطت جدا وبشكر حضراتكم. احنا عايزين نمتن، نحس بالامتنان أنه في بلدنا ما يوجب أننا نبص عليه ونكون جزء منه. دكتور طارق قال حاجة مهمة جدا كمان النهاردة، فكرة أن أنا الفرد أفرق في الناتج القومي وتحديدا في الثروة الحيوانية في مصر. دكتور حامد بكل الأرقام اللي ممكن أنا وحضرتك ننساها دلوقتي، لكن ما نقدرش ننسى أنه في حاجة كبيرة حقيقية بتحصل. أنا أقدر أكون جزء من كل ما هو قانوني في هذا البلد، كل بقى الناس اللي ما كانوش ماشيين قانوني هم اللي يزعلوا دلوقتي. أنا بشكركم شكرا جزيلا، دكتور حامد عبد الدايم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. شكرا. نورتونا، نورتوا التاسعة. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، أشوفكم إن شاء الله على كل خير.